السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. احنا في جمعة قيسر قليم سطات، واللي ما عرفش قليم سطات كاين في المملكة المغربية. أهلا وسهلا، مبروك وباشركم شبابنا في المكانتهم. ياك بخير ناشط، شحال باش تتبعوا الخيرات اليوم؟ 12 مليون لصقتوا في 12 مليون، واخا السلعه موجوده غاليه. 40 شحال دار هو في 23؟ فعلا 12 مليون، 12 مليون، 12 مليون، 12 مليون. ثمن 60 درهم باش مقيود وغالي على هذا الحساب. حنا كنبيعو 12 مع الناس. الله يبارك فيك، الله يحفظك، شكرا. تحياتي لك وتحياتي كل مشاهد قناة زيتون المرجان في المكان. تا هو هذا السيد راه مقيم عليه ب 60 درهم، وين اللحمة حمراء وما فيهاش الشحمة بزاف، ما فيهش الشحمة بزاف. ياه بعد مجهود، الله يسر لك عند الناس كاملين هنايا. تبارك الله على السي مصطفى. هذا مصطفى ود عليه، تا هو في قيسر هنا معروف هنايا باللحمة، تا هو زينة واللحمة حمراء وزينة. السي مصطفى بشحال بعتي هاد الخيرات؟ شحال؟ 12 مية باش تبيع السي مصطفى هنا في جمعة قيسر. الجورنال انت خارج في قناة زيتون المرجان. انت وليدي راه العجل. تبارك الله، شحال بعتوا اليوم؟ 60 درهم. 60 درهم لصقتوا فيه؟ 60 درهم ونخسروا. اه اقول لك اصبر، انا عارفك، انا عارفك اش خاصك. اه انا ما قاعدينش نصور ديني مزيان. هاي هاي هذا سيدي، والله تنحيد الجلابيه. ما عندي برك. لا لا ما تحيد الجلابيه، لا اقول لك هذا 60 درهم. الله يرضي عليك، شحال قام عليكم اليوم واخا السلعه موجوده؟ 60 درهم. 60 درهم عين 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 اعطيه. الله يسر ليكم، راجل مخير، الله يسر لك، راجل قديم وراجل مخير وكزار هنايا، احسن من هذا، احسن من نور اللي مدكسك هو. سي مجاي ما عندي مرقود. تخلصيه؟ شحال ديتي عنده؟ 4 كيلو؟ جوج. هادو ما يقدوش جوج، ما يقدوش جوج. خاصو ياكل كثر هذا، خاصو. انت جيتي دير هنا المسكين، انت جيتي واش الا غادي ناخذ الرجيله ديال الكبته؟ الله يسر لك هذا الراجل، راه راجل طلعنا تمنس، راه حيت السلعه قال لي والله الا واحد قال لي 60 درهم باش قال. كي دايرين اسي بخير؟ ناشطين؟ شحال هاد الخيرات باش تبعتوا هاد الخيرات؟ 60 درهم. 60 درهم، الله يجعل البركه. الله يسر لك. راه عواشير هذه زعما، تبارك الله، اللحمه حمراء وزينه. 60 درهم باش لصقتوا فيها كيما قلت الاخرين، لصقتوا ب 60 درهم وحاجه مليحه وزوينه. ياك شحال تقريبا باش تقام اليوم هذا اللحم هذا؟ 1100 وشي حاجه، حيت كاين اللي قال لي ب 60 درهم باش تقام. ها الله يرضي عليكم، هادو تيشريو الرسوم وتبيعو هنايا. السلام عليكم، كي داير؟ الله يحفظك، الله يبارك فيك، الله يطول عمرك، الله يبارك فيك. تحية لخويا الطيبية، هذا خويا الطيبي، تحية لك. فين كاين هاد الطيبي؟ كازا. كازا، تحياتي ليه وتحياتي كل مشاهد قناة زيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. حبابك أي ما عندي بالكول، ما عندي هاك. أييه ما عندي بالكول. دابا شحال؟ دابا حد كيما تشوفوا هنايا لا صافي، راه شدينا كيف كيف كيف. شدي وردي. ها
الله يسلك. شحال بعت يا صاحبي؟ 60 درهم. ولصقتو ب 60 درهم هادي ما بغيتوش تحيدو من 60 درهم كل كل. ولكن راكين مليح هكا. ما عندي ما نقول. لا سامحني راه ها الناس تشوف المليح كاين. غادي تكتبوا ليهم ويجيو تيشوفوا تبارك الله. اللحمه حمراء وزينه كيما عند هذا الرجل تبارك الله. ما فيش العذاب هذا تقول في العنقره تاعته. الله يسلك. كاين على البلدي. تبارك الله شي حاجه زينه كيما تشوفوا معايا. هذا الرجل هنايا في جمعة كيسر في السوق الأسبوعي في المملكة المغربية. حبابنا غاليين علينا وتجيبوه هنا. وانت راه قلت لك عندك هذيك العنقرة راه الهبرة. الله يحفظك. والله إلا هذاك العنقرة غير الهبرة بانت ليا. لبلادي هذاك يبغي شوية قدام صاحبنا ها هو. هذوك اللي تاعك تتصلى فيهم الله يسهل لك. كيما تنقولوا ما تنبغيوش نبينوا حنا اللي تيتقدى اللحم ولا تيتقدى شي حاجه ما نبغيوش نبينوه. كاين اللي يبغي يبان كاين اللي ما يبغيش يبان. السلام عليكم. كي داير السي بخير؟ ناشط لاباس عليك. شحال الخيرات صاحبي؟ قول لي يا صاحبي سقتوا انتوما في 12 ما بقيتوش بغيتو تحيدوا منها. 12 كيلو راه في 12. انا بشحال تقام اليوم الانسان؟ 12 باش بقيو. واخا السلعه موجوده انتوما خفتوا كنتوا شريتوا بكري. شرينا بكري شرينا. هادشي علاش؟ وين السلعه كانت موجوده؟ كانت موجوده. مسيره الناس مسيره. اي الله يحسن العون تاعهم تاهما. راه كان الحباب 900 ريال 1000 ريال باش كان هاد الايامات. ويلي هاد الايامات في النهار صابت الشتا وجد خير تزاد الثمن الحمد لله. الله يسهل لك. هاد الغلمي بشحال بات يا تاي؟ 11 ها 11 الغلمي هذا بشحال الراس؟ 55 الغلمي باش تبيعها هنايا عند الرجل. كي داير بخير؟ ناشط؟ هذا الرجل دابا واحد الرجل مليح وما فيهش شحمه بزاف. واللحمه حمراء تبارك الله كما تشوفوا معنا المشاهدين. شحال باتي الخيرات اليوم؟ 12 ريال. هذا هو الزيتون ياك؟ اييه هو هذا. اهلا وسهلا. الله يحفظك. اكيد عند بوك درك ما صدقش. حاجه الزيتون مليحه. شحال باتي اللحم تاع اليوم؟ 11 12. عندك دروبه؟ دروبه هذه دروبه عنده دروبه. الله يسهل عليك تقول له. اهلا سي مصطفى كي دايرين بخير؟ ناشطين لاباس عليكم؟ شحال باتوا الخيرات اليوم؟ الله يحفظكم الله يبارك فيكم. بروك الله يشركم. اهلا اييه ما عندي ما نقول. انا هذو معقول. ايوا عارفين. عرفت منين هما؟ اه ايوا بني مسكين راه ديور كبار تاعهم. شحال بعت يا سي مصطفى اليوم؟ هذا كاع حنا خويا. الله يسلك يا سي مصطفى. لا عزيز علينا وصح. ياك ديما تاخذوا عنده. الله يسلككم. ياك الله يحفظكم. الله يبارك فيكم. تحياتي لكل المشاهدين قناة زيتون مرجان في المكان ساكن الوطن وخارج هي تاوكا دارت معكم في هذه اللحظة إن شاء الله بحول الله وقواته. سي مصطفى شحال بعت يا خويا؟ 60 درهم. 60 درهم لصقتوا فيها ما بقيتوش بغيتوا تحيدوا؟ غالية. كيفاش كنت؟ وسي مصطفى هذا الشيء تيعجب تبارك الله. الله يسلك. راك راجل مخير وراجل درواش والله يسهل لك سي مصطفى. ورا ودينا اخويا شحال بعتي الغلمي؟ ورا ودينا بلا سلام على الناس ان شاء الله. وغادي يقول لنا اثمنا وصديق تاعنا تيتصور عندنا وتيشاهد قناه زيتون المرجاني الحقيقه.
وراوتين وراوتين واحد الكلمه شحال بعتي الغنم؟ 60 درهم الكيلو. قالوا لي 55 60 باش اللي هو السين. والبقري بحال بحال تيقول هاد السيد بحال بحال الغنمي او البقري.